بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خدعوك فقالوا اعطوا الزمالك العدالة التحكيمية واتركوا باقي الفرق للمنافسة على المراكز الأخيرة. نادي الزمالك اللي سبحان الله لما الزمالك بيبعد عنه الحظ بنلاقي الحكام المصريين أول من يمد إيده لنادي الزمالك في أي بطولة. عشان كده بنلاقي الزمالك في البطولات الخارجية أو أي بطولات بيبقى فيها حكام غير مصريين، حتى لو في الدوري وجبنا حكام اجانب بنلاقي الزمالك حمادة تاني خالص. الزمالك بالحكام المصريين حمادة، والحكام الاجانب ايا كان بقى عرب افارقة اوروبيين بيبقوا حمادة تاني خالص. الزمالك اللي النهاردة عايز اقول معلومة، يعني انا معرفش كابتن احمد سمير لاعب الزمالك السابق والمدرب العام في نادي الزمالك، تحس ان كل لما يجيب نادي العفو لنادي بروكسي، كل لما بروكسي يجيب جون احمد سمير يقعد ياكل في سنانه، ياكل في بقه. ايه يا عم في ايه؟ هو ليه ولاد الزمالك؟ هو انت عشان تثبت للزمالك انك منتمي لازم تحزق، لازم تحزن وتبين الحسرة؟ هو انت خايف المستشار ما يدخلكش القناة تاني ولا ايه؟ لا صحيح، كل لما فرقة بروكسي تروح بهجمة خطر او يحاولوا يجيبوا جون ويلعبوا برجولة تلاقي احمد سمير قاعد عمال هيرفدوني، هيطردوني من القناة، هيمشوني من القناة، انتوا ليه بتلعبوا كده؟ ايه ده؟ هو ده الانتماء من مفهومكم؟ هو انت ما ينفعش تبقى منتمي لناديك الا لما تفوت او تحزن عشان انت كسبت ناديك؟ وما بتلعبوا كرة ليه؟ هو الكابتن احمد سمير انت مستحل المرتب اللي انت بتاخده من بروكسي ولا ايه؟ كل التحية والتقدير للكابتن محمد حامد، اي نعم مزملكاوي، لكن ما شفناش الحزق والحسرة والحزن بتاعت الاخ احمد سمير اللي كل لما بروكسي يجيب جون يقعد يحط ايده على خده ويقعد ياكل في سنانه وياكل في بقه علشان نادي بروكسي بيحرز اهداف. عايز اقول من ردود الافعال اللي عجبتني بعد المباراة ان اولاد ابو المطامير كشفوا السر في الهروب الكبير في مباراة السوبر. خدعوك فقالوا ان الزمالك انسحب من السوبر عشان كهربا يتوقف، وان الزمالك ده يوم الكرامة ويوم الوطنية وقرار تاريخي، افضل قرار تم اتخاذه من ادارة نادي الزمالك لمدة 120 سنة، ان الزمالك انسحب في مباراة السوبر. الزمالك ما انسحبش في مباراة السوبر عشان ايقاف كهربا او غير كهربا. الزمالك من ضمن اسباب الهروب الكبير من مواجهة كبير القارة الافريقية النادي الاهلي هو الخوف من هزيمة مذلة. الفرقة اللي تظهر بالشكل الضعيف ده قدام فرقة في المركز السابع في القسم الثاني وبينافسوا على الهبوط للدرجة الثالثة، وتلعب مش راس براس، ده تلعب ركبة الماتش لولا حكم المباراة وتوجيهه للمباراة كان زمانهم متأهلين للدور الـ16. سانتي مصور الزملكاوي المعروف على السوشيال ميديا وصديق صدوق لشيكابالا قال لك صعد من لا يستحق. كل التحية والتقدير لنادي بروكسي ومدربه الشجاع ولاعبيه الرجال. ابراهيم عبد الجواد قال لك فريق بروكسي مع احترامي ليهم هو ترتيبه السابع في القسم الثاني، فطبيعي ان الزمالك بالصف الثالث يعرف يفوز وبشكل مريح. على فكره عايز اقول لابراهيم عبد الجواد النهارده لعيبه بروكسي، اي حد جاي من خارج مصر ومش عارف مين لابس ابيض ومين لابس برتقاني هيقول ان اللي لابس اورنج ده هو اللي بيلعب في الدوري الممتاز وهو اللي بيتقال عليه منافس تقليدي للنادي الاهلي. الضحك بقى كل الضحك، وعايز اقول لك على حاجه خليك فاكر، لما باتشيكو بدا يتكلم ويلقح على المنافس ويركز مع التحكيم قلت لك باتشيكو ده ايامه بقت معدوده. كرر الموضوع الاخ
الذئب ميلوتين ستريدوفيتش، الشهير بميتشو برضو نفس الحكايه. فيريرا في اواخر ايامه لما كان كل شويه يطلع يقول لك انا عايز اعرف هو الاهلي لعب ازاي في بطوله افريقيا وهو مركز ثالث واحنا مركز اول وبنلعب في الادوار التمهيديه. اوسيريو النهارده تصريحاته تبين لك ان ده مدرب على باب الله، مدرب على قده قوي. اوسيريو قال لك في المؤتمر الصحفي فوز فريق النهارده على نادي بروكسي نتيجه عادله. عادله؟ عادله من اي اتجاه؟ لا مؤاخذه معلش يعني، هي لو نتيجه عادله ده انت بتلعب 12 قصاد 11 يا جدع، انت بتلعب 12 قصاد 11 يا جدع، ده انت النهارده اللاعب الاهم والابرز واللي المفروض هو لوحده اللي ياخد مكافاه اجاده من نادي الزمالك هو حكم المباراه، هو حكم المباراه مان اوف ذا ماتش النهارده في المباراه، اللي لغى ضربتين جزاء وما احتسبش ضربتين جزاء لنادي بروكسي وثلاثة كارت احمر للزمالك. انت عارف يعني ايه ثلاثة كارت احمر لثلاث لعيبة يطردوا؟ ده كانت هتبقى يا ليلة يا ليلة، كانت هتبقى يا ليلة اورنج النهاردة، يا ليلة برتقاني على اللي فات وراح ولا نداني ولا حتى جاني. النهاردة كنت هيتحط عليك حطة سودة وكان ممكن تروح على بلدك كولومبيا وتاخد اول قطر على كولومبيا النهاردة، لكن من حظك الحلو ان ربنا بعت لك النهارده حكم مفيش احلى منه في الاحتواء، مفيش احلى منه في الاحتواء، مفيش زيه. ده اتضح ان هو طلع من ولاد العم يا جماعه، اهو على راي المثل انا واخويا على ابن عمي وانا والمنجاوي ابن عمي على بروكسي. النهارده وليد عبد الرازق قام بدوره كما يجب. عايز اقول قمه الضحك ان الاستوديو التحليلي، وانا معرفش هنفضل في الكوسه دي لحد امتى، يعني انا عايز اعرف باي حق سيف فاروق جعفر يتم اختياره نجم الماتش النهارده. اولا وليد عبد الرازق هو نجم المباراه الاول، ولو هندي جايزه بحق بقى جايزه مان اوف ذا ماتش ياخدها وليد عبد الرازق عن جداره واستحقاق. مش عايزين تدوها لوليد عبد الرازق عشان ما تبقاش مكشوفه ومفضوحه، لا، في لعيب اسمه مصطفى حماده رقم 13 كان بيلعب الزمالك النهارده حوالين يا كيكا، كان بيلعب الزمالك النهارده كره شراب، كان بيغزل خمسات في سبعات في ثمانيات في كباري. الراجل دوت خدوه حطوه في الاداره الهندسيه للكباري والمنشات والطرق. لكن عشان خاطر فاروق جعفر ملك النص قاعد في الاستوديو فالثلاثه يقولوا سيف فاروق جعفر هو الافضل، لا، ده تي ار اس، ده وصفه الوحيد بالنسبة لي تي ار اس تساوي كوسة على طول. ترجمة التي ار اس تساوي كوسة. لما يبقى لاعب شاب وموهوب ما كملش 20 سنة تطلع تحرمه من حقه وتقول عليه كلمتين حلوين لمجرد ان ابو لاعب موجود معاك في الاستوديو التحليلي. مدرب بروكسي احمد سمير اللي هو زملكاوي ومعجون بمية الزمالك ودايما بيطلع في قناه الزمالك يدعي كذبا ان الزمالك بيتظلم، النهارده قال لك احنا كان لينا ضربتين جزاء والحكم ظلمنا وبنحاول الصعود للدوري الممتاز. عايز افكركم ان وليد عبد الرازق ده كان حكم ماتش الاهلي والمصري البورسعيدي. فاكرين الماتش اللي المصري كسب فيه النادي الاهلي وكان بعدها ماتش القمه؟ انا معرفش بيتقال عليه قمه ازاي، ولكن هكذا وجدنا اباؤنا واجدادنا لقيناهم بيسموها ماتش قمة. وادى انذار لمحمود متولي وهو عارف ان محمود متولي لو خد انذار هيغيب عن ماتش الزمالك. الحكم ده اللي مجرد بس شاف محمود متولي جاي من بعيد راح مجهز الانذار ومطلعه قبل ما محمود متولي يروح له، بالرغم ان حمدي فتحي هو اللي كان عمال يتكلم معاه ويزعق معاه، لان حمدي فتحي لو خد انذار مش هيغيب، لكن محمود متولي هو عارف هو جاي متفطم فراح مطلع الانذار قبل ما يقرب منه محمود متولي. مشكلة مش في كده، المشكلة النهاردة محمد عواد بيزق في الحكم والحكم ما قالوش انت بتعمل ايه يا ابني. ما هو احنا بنلعب في فرقة واحدة، ما انا لسه قايل لك من شوية ده اللاعب رقم 12 في المباراة، ده اللاعب رقم 12 في المباراة. خبراء التحكيم قلبوا الدنيا النهاردة، كل خبراء التحكيم اجمعوا دون استثناء
ان الزمالك عليه ضربتين جزاء. كابتن احمد الشناوي قال لك بروكسي له ضربتين جزاء وشيكابالا ملوش حاجه. شفتوا انتوا اللقطه اللي شيكابالا؟ انا حسيت ان في قناصه ضربت شيكابالا في دماغه فراح ساقط كده، معرفش والله هو ساقط كده بشكل غريب والله. عارف انت كده لما تكون بتصطاد حمام فتيجي في دماغ الحمام عامل كده، فمعرفش هو شيكابالا وقع من ايه، الاباتشيكو الجميل يعني، معرفش بصراحه. قال لك ملوش ضربة جزاء. نفس الحكايه جمال الشريف، جمال الشريف قال لك في ضربتين جزاء لنادي بروكسي وفي كروت حمراء، الحكم بمنتهى الغرابه تغاضى عن احتساب كروت حمراء ضد لعيبه الزمالك. يا جماعه هو مفيش حد بيحاسب حد، ماتش جايب لي حكم مستفز بيضيع حلم فريق محترم كافح باحترام وبجدارة، لكن الانتماء الفج مفيش اي حيادية، مفيش كورة في مصر، والله ما في كورة في مصر. القرف ده يبين لك ان مفيش كورة في مصر، في قرف في مصر، دي مش كورة، ده قرف، ده فجور كروي. لما فرقة عمالة بتكافح ويجي الحكم بمنتهى الفجاجة والظلم، انا معرفش الحكم هيبات النهاردة ازاي. يعني الحكم النهاردة عايز اسأل سؤال، هل هيقدر يقف يبص في المراية او يبص في عين عياله ويقول لهم انا كنت عادل النهاردة؟ اعتقد الحكم ده معروف هم جايبينه ليه. قناة الزمالك اللي فضلت اسبوع كامل بتحلل الحالات بتاعت ماتش السوبر او كاس الكرامة اللي خدوا نادي الزمالك، اسبوع كامل كل يوم يقعدوا يعيدوا ويزيدوا في اللقطات، يعيدوا ويزيدوا في اللقطات. النهاردة قناة الزمالك اول ما بدأ ياسر عبد الرؤوف يتكلم، الاخ طارق يحيى قعد يسأله عن محمود البنا وايه رأيك في محمود البنا وماتش السوبر، قال له انا ما شفتش الماتش، انا ما شفتش الماتش، خلينا في الماتش اللي احنا جايين عشانه، في اخطاء تحكيمية حصلت عايزين نتكلم فيها. فلسه هيبدأ يتكلم، شكرا يا استاذ ياسر عبد الرؤوف، في عطل فني يبدو ان الحلة شاطت ولا حاجة نسيناها على النار فحصل شياط فمش هنقدر نقعد من الريحة، معلش الولد كان بيعمل شوية عدس وبصارة جوه فعملوا ريحة فمش هنعرف نكمل وراحوا قاطعين الحلقة وخلاص على كده، عشان عارفين ان ياسر عبد الرؤوف محترم. ياسر عبد الرؤوف شغال في قناة الزمالك، لما بيشوف حاجات غلط بيقولها. فطارق يحيى قال لك لا بقى احنا هنطلع، يعني مش كفايه الاهلاويه عمالين على السوشيال ميديا وكل حكام القنوات عمالين يقولوا الزمالك كسب بالكوسه وكسب بالاحتواء، لا مش هيجي كمان على قناه الزمالك ويطلع ياسر عبد الرؤوف يقول الكلمتين بتوعه. فقالوا خلاص الحالات مش جاهزه وحصل عطل فني في الحله بتاعه العدس فشاطت فمش هينفع نكمل الحلقه. هو كابتن حازم امام، كابتن زوما هاو ار يو؟ اي ام فاين ثانك يو، انت كويس؟ يو ار فاين؟ اكيد انت مبسوط دلوقتي. ها هنرجع بقى للاتحاد ونمارس مهامنا ولا لسه مقموص؟ لسه زعلان يا حزوم؟ كابتن حازم ايه رايك في الحكم الجميل اللي اتحاد الكوره ولجنة الحكام جابوه عشان يرادوك؟ حلوة ها؟ ارجع بقى بالله عليك، بعادك بيقطع في قلوبهم. ايه عايز تكسب الدوري عشان ترجع عشان نراضيك عشان نداديك؟ ارجع يا كابتن حازم، الموضوع سهل وبسيط، الحكام على قد الايد، هنجيبهم ونظبطهم ويظبطوا الزمالك والزمالك حديد. عايز اقول ان حصل خناقة النهاردة او اشتباك بالاشتباك لفظي ما بين رؤى وما بين احد مشجعي نادي الزمالك، والبعض قال ان رؤى توجه بسباب او شتايم او توعد الولد وقال له مش هسيبك، هجيبك وهضربك وهربيك. طبعا رؤى طالع من الملعب، احد المشجعين عمال يتكلم قال له خليك في حالك ياض، انت ياض ما تتكلمش ياض، لا هجيبك وهعمل فيك واسوي. انا ما اعرفش يعني اللعيبه هو الجمهور ذنبه ايه؟
وانتوا عايزين الجمهور هو اللي ينزل يلعب. طب الجمهور لما بيعترض مش عاجبكوا اعتراضي للجمهور كمان؟ ده انتوا لعيبه ما فيش عندكوا لا مؤاخذه، والله ما عندكم من لا مؤاخذه والله خالص. كابتن محمد شبانه قال لك لعيبه الزمالك خلت بروكسي اشهر من ميدان روكسي وعجبي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل اراكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.